السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم زميلتكم ياسمين ياسر من الفرقة التانية، كلية علاج طبيعي جامعة بنها. ان شاء الله هبدأ معاكم في شرح الفلويد داينامكس، متقلقوش الشابتر ده لذيذ جدا وهنشرحه على جزئين. انا هكون معاكم في الجزء الاول وهتبقى معاكم دكتورة نهال من الفرقة التالتة في الجزء التاني بإذن الله. طبعا قبل ما نبدا ما ننساش اهلنا في غزه ودايما نكون بندعي لهم. اللهم نستودعك فلسطين وكل اهالي غزه، فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وامدهم بجندك، وانزل عليهم سكينتك وسخر لهم الارض بما وبمن عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ألسنتنا عاملة بذكرك وقلوبنا بطاعتك وأسرارنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير. كونتنت محاضرتنا النهاردة هنتكلم أول حاجة على introduction للفلويد داينامكس ومعادلة الاستمرارية equation of continuity وبرينولي's equation معادلة برينولي وcirculation of blood الدورة الدموية والblood pressure وازاي نقيسه. هنتكلم أول حاجة على introduction of الفلويد داينامكس، هناخد الديفينيشن بتاعها. والديفينيشن هو the study of fluids in motion، والفلويد هنا بيقصد بيها حاجتين، الليكويدز اند الجاسز اللي هي الموائع بندرسها في الحركة بتاعتها. ويعتبر الفلويد داينامكس ديت من البرونشات بتاعة الميكانكس. طب كإجزامبل على الفلويد زي الفلو اوف ووتر ان ا ريفر اللي هو تدفق المية في النهر، او السموك بارتكلز اللي موجودة في الهواء. عندنا في نوعين للفلويد فلو، للتدفق بتاع الموائع. زي ما شايفين في الصورة في عندنا اللامينر فلو اند التوربولنت فلو. لامينر يعني الستيدي، ستيدي يعني ثابت، يعني بنلاقي ان البارتكلز فيه بتمشي في سموث باث، في طريق ثابت خالص، وبارتكلز نيفر كروس ايتش اذر، والجزيئات عمرها ما تتقاطع مع بعض او تتصادم مع بعض. وبنلاقي ان الستيدي او اللامينر فلو بيتميز بان الفيلوسيتي بتاعه البارتكلز اللي بتبقى باسنج اني بوينت ريمينز كونستانت ان تايم. بنلاقي ان الفيلوسيتي دايما ثابته طول الوقت في اي جزء في الانبوبه. بنتكلم بعد كده على التوربولنت فلو. توربولنت يعني مضطرب، فبنلاقي ان البارتكلز بتاعه الفلويد بتمشي بطريقه عشوائيه وبطريقه غير تنبؤيه، ما اقدرش اتنبأ بيها. وبالتالي برضو بنلاقي ان البارتكلز اللي فيها بتتصادم مع بعضها البعض، فزي ما احنا شايفين في الصورتين ان اللامينر فلو بيمشي في خط ثابت او في ستريت لاين، والفيلوسيتي بتاعتها بتبقى ثابته، والتوربولنت فلو اكيد الفيلوسيتي هتبقى متغيره، بنلاقيها بتمشي بطريقه عشوائيه وبطريقه ما بقدرش اتوقعها، والفيلوسيتي اكيد مش هتبقى ثابته. نيجي لنقطه بعد كده مهمه، وهي ان كل جزء في الفلويد او كل بارتكل في الفلويد بيمشي تبعا لقوانين نيوتن بتاعه الحركه. طب ازاي كده؟ لو ناخد كمثال التوربولنت فلو اللي هو كان مضطرب، بنلاقي فيه بارتكلز بتمشي بطريقه عشوائيه وفي منه بارتكلز بتمشي بطريقه ستيدي برضو، تمام. فلو جينا للبارتكلز اللي بتمشي بطريقه ستيدي يعني الفيلوسيتي بتاعتها ثابته، بنلاقي ان البارتكلز دي بتمشي في ستريت لاين بفيلوسيتي ثابته، وما فيش حاجه بقى اللي هو بتغير الموشن بتاعتها. فده اصلا يعتبر هو النص بتاع الفيرست لو بتاع نيوتن، ان الاوبجكت بتنيه ماشي في خط مستقيم بفيلوسيتي ثابته ما لم تؤثر عليه قوه خارجيه. طيب في السكند لو، السكند لو بيتكون بيقول ان هو الفورس اللي بتبقى ابلايد على الفلويد. يعني انا لو مثلا عندي انبوبه انا عايزه اخلي الفلويد اللي فيها يتحرك، فانا هعمل عليه فورس. طيب الفورس ديت هتسبب ايه في الفلويد؟ هتسبب للفلويد اكسلريشن او تشينج للموشن بتاعته. فده هو السكند لو بتاع نيوتن. طيب والثيرد لو اوف نيوتن احنا عارفين اللي هو رد الفعل، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. زي مثلا في التوربولنت فلو اللي هو المضطرب، بنلاقي ان البارتكلز بتاعه الفلويد ممكن تخبط في بعض او تخبط في جدار الانبوبه، تمام. فكده احنا فهمنا ليه ان البارتكلز بتاعه الفلويد بتبقى موفز اكوردنج تو نيوتنز لوز اوف موشن. هي دي مجرد فهم بس، كل اللي علينا ان احنا نعرف ان هي بتمشي اكوردنج لنيوتنز لوز اوف موشن.
تاني نقطة معانا وهي الموشن بتاعت الفلويدز. طبعا في الريل لايف بنلاقي ان الفلويد الحركة بتاعتها بتبقى very complex and not fully understood، يعني ما بقدرش افهمها بشكل كبير وبتبقى معقدة بشكل كبير جدا. فعشان اعمل simplify للستادي ديت او للستادي بتاعت الموشن بتاعت الفلويد بستخدم ideal fluid. طب ايه هو اللي بيميز لي الايديال فلويد عن الفلويد الريل؟ بنلاقي ان اول حاجه ان الفلويد بيبقى نون فيسكس. يعني ايه نون فيسكس؟ يعني الانترنال فريكشن از نيجلكتد. يعني ايه؟ برضو بنلاقي ان الفلويد ده ما بيبقاش لزج، ما بيبقاش يعني اللزوجه بتاعته ما فيهاش لزوجه. طب ولو كان لزج كان ايه اللي هيحصل؟ ده كان ممكن يغير الفيلوسيتي بتاعه الموشن، يسبب لي تكتلات طبعا في الانبوبه مثلا لما يجي يمشي، كمثلا في في البلد فيزلز لو حصل ان زادت الفيسكوستي بتاعه البلد هيسبب لي كتل، وممكن يسبب لي كمان ثرومبس، جلطات تبقى موجوده في البلد ستريم، صح؟ فهنا بقى انا كفلود انا عايزاه ايديال، يعني نون فيسكوس، ما يسبب ليش تكتلات او تجلطات او يبقى لزج يغير لي من الكثافه بتاعته طبعا في الانبوبه. طيب تاني حاجه ان الفلويد يبقى ستيدي، واحنا لسه واخدينه ان ستيدي يعني الفيلوسيتي موجوده في الانبوبه كلها بتبقى كونستنت في اي بوينت. طب تالت حاجه ان الفلويد يبقى انكمبريسبل. يعني ايه انكمبريسبل؟ مش قابل للضغط، يعني انا كل لو ضغطت عليه مش هتتغير الكثافه بتاعته، يعني الدنسيتي اوف ذا فلويد مش هتتغير. طب ازاي؟ برضو احنا عارفين ان الرو كانت بتساوي اللي هي الكثافه بتساوي الام على الفي، الكتله على الحجم. طب انا لما هاجي مثلا اضغط الفلويد اللي عندي، لو كان مثلا اي فلويد مش ايديال فلويد، هلاقي ان الحجم اللي عندي بيقل. طب اكوردنج للمعادله هلاقي طالما ان الحجم هيقل الكثافه هتزيد، فده هيغير لي من الحسابات بتاعتي لما اجي ادرس الموشن بتاعه الفلويد. طب لما هاجي اجيب بقى الايديال فلويد هلاقي ان هو انكمبريسبل، ما اقدرش اضغطه، او ان هو غير قابل للضغط، فان انا كل ما اضغطه هلاقي اصلا ان الحجم بتاعه مش هيتغير، فبالتالي الدنسيتي بتاعته بتبقى تظل ثابته. بعد كده بنتكلم على الايكويشن اوف كونتينيوتي او معادله الاستمراريه. زي ما احنا شايفين في الانبوبه اللي قدامنا دي بتتكون من مقطعين، مقطع ضيق ومقطع واسع. في المقطع الضيق هنسمي الكروس سكشن بتاعها ب A1، والفيلوسيتي بتاعه الفلويد اللي ماشيه فيها ب V1، وفي المقطع الثاني هنلاقي ان الكروس سكشن ب A2 والفيلوسيتي ب V2. طب احنا عايزين الريليشن اللي بتجمع لي الاربع طبعا عوامل دول مع بعض في ايكويشن معين. احنا عندنا لو جينا حسبنا في دلتا تايم معين في زمن معين كمية الفلويد اللي دخلت من المقطع الاول وكمية الفلويد اللي خرجت من المقطع التاني، هل هيكونوا متساويين ولا لا؟ طبعا هيكونوا متساويين. طب ليه؟ عشان احنا بنستخدم ايديال فلويد. ويعني ايه ايديال فلويد؟ برضو يعني بيبقى انكمبريسبل. يعني ايه؟ برضو ما بينضغطش، يعني لا حجمه ولا كتلته هتتغير ولا الكثافه بتاعته هتتغير. فمعناته ان الكميه بتاعه الفلويد اللي دخلت من المقطع الاولاني هتبقى هي نفسها كميه الفلويد اللي خرجت من المقطع التاني. فممكن نعبر عنها بان الام واحد بتساوي الام اتنين، اللي هي الاماونت بتاعه الفلويد اللي دخلت من المقطع الاولاني هتساوي الاماونت بتاعه الفلويد اللي خرجت من المقطع التاني. طب ما احنا عارفين من معادله معينه ان الرو بتساوي الام على الفي، اللي هي الكثافه بتساوي الكتله على الحجم. فانا ممكن اعوض بالام بدلاله الفي، بمعنى ان الام هتساوي حاصل ضرب الرو في الفي، فده معناته ان الرو في واحد بتساوي الرو في اتنين. طب ما احنا عارفين ان ده ايديال فلويد فاكيد الكثافه بتاعته ثابته، فهنشيل الرو من الطرفين، فيبقى لنا ان الفي واحد بتساوي الفي اتنين، اللي هو الحجم او كميه الميه اللي دخلت من المقطع الاول بتساوي كميه الميه اللي خرجت من المقطع التاني. طب ما احنا عارفين ان اي حجم في الدنيا بيساوي مساحه المقطع في الارتفاع. طب ايه هي مساحه المقطع؟ عندك مساحه المقطع اللي هي ايه؟ كروس سكشن، والارتفاع بتاعها هي الاكس 1 او الاكس اللي هي المسافه اللي ايه اللي اتحركت. فانا ممكن اعبر عن الفي واحد بالاي 1 في الاكس 1 اللي هي مساحه المقطع بتاعه المقطع الاولاني في المسافه اكس 1 بتساوي مساحه المقطع الثاني في المسافه اكس 2. طب ما احنا عارفين ان المسافه لو انا قسمتها على الزمن هتديني السرعه. طب ما هو الزمن اللي احنا استخدمناه اصلا كان واحد،
اللي هو الفاصل الزمني هو نفسه اللي استخدمناه لما دخلت المية وخرجت المية من الناحية التانية. فاحنا لما نيجي نقسم على المسافة او على اللي هي الزمن، هنلاقي ان المسافة على الزمن هتديني سرعة، طبعا طبقا للقانون ان الفلوسيتي بتساوي المسافة على الزمن، صح؟ فهنلاقي ان الـ A1 في الـ X1 لما يجي اقسمها على دلتا T، والطرف التاني برضو من المعادلة الـ A2 في الـ X2 على دلتا T، طبعا المسافة على الزمن هتديني الفلوسيتي، فـ X1 على دلتا T هتديني الـ V1، والـ X2 على دلتا T هتديني الـ V2. فده معناته ان الـ A1 في الـ V1 بتساوي الـ A2 في الـ V2، يعني مساحة المقطع الاولاني في السرعه بتاعه الميه او الفلويد في المقطع الاولاني بتساوي مساحه المقطع الثاني في سرعه الفلويد في المقطع الثاني. وهي ديت الايكويشن اوف كونتينيوتي، دي صوره برضو بتوضح لنا اللي مثلا لو عندنا اي انبوبه تتكون مثلا من طرفين، ان لو الاي مثلا اي 1 ان الاي 1 بتساوي الاي 2 فيها مساحه المقطع متساويه في الاثنين، فبالتالي هتبقى الفي 1 هتساوي الفي 2. طبعا بسبب معادله الايكويشن هنلاقي ان السرعه هتبقى متساويه، وطبعا لازم ناخد بالنا ان احنا بنستخدم الايديال فلويد مش اي فلويد عادي. طب هل الايديال فلويد ده اصلا موجود في الطبيعه؟ لا، ده هو مجرد نظري مش عملي خالص، مفيش في الحياه حاجه بتبقى مثاليه. وطبعا ناخد بالنا لو انا مثلا عندي انبوبه فيها طبعا متفرعه او ليها فرعين، هنا بناخد بالنا من الايكويشن اوف كونتينيوتي هتبقى ان الاي 1 في الفي 1 هتساوي الاي 2 في الفي 2 بلس الاي 3 في الفي 3، يعني كمية المية اللي هتبقى داخلة من المقطع الأولاني هتساوي مجموع الكمية المية اللي خارجة من المقطعين التانيين. بعد كده بنتكلم على البرنوليز إكويجن، وصحصع معايا كده وركز عشان نكون فاهمينها بشكل كبير. أول حاجة معانا هي البرنسبل بتاع العالم برنولي، وهو بيقول Where the velocity of a fluid is high, the pressure is low, and where the velocity is low, the pressure is high. بمعنى ان انا لما تكون الفلوستي بتاع الفلويد بتاعي عالية بيبقى البرجر قليل، ولما الفلوستي تبقى قليلة بيبقى البرجر عالي. طب يعني ايه برضو؟ احنا عندنا كمثال في الانبوبة اللي قدامنا دي ليها كروس سيكشن واسع وكروس سيكشن ضيق. طب في الكروس سيكشن الضيق، طبعا احنا عارفين في الكروس سيكشن الضيق هنلاقي اي حد هيقولك لو كان الفلويد مش بيتحرك هيبقى البرجر عالي، حاجة طبيعية جدا، تمام؟ هيبقى لو كان الفلويد مش بيتحرك. طب لو انا عملت فورس للفلويد او دفعته او حطيت الفلويد في مضخة فدفع لي الفلويد داخل الانبوبة، هنلاقي ان في الكروس سيكشن الضيق بنلاقي ان الفيلوسيتي بتزيد، وبالتالي البريشر اللي موجود على البارتكلز بتاعت الفلويد بيقل، تمام؟ طب ليه الفيلوسيتي اصلا من الاول بتزيد؟ طب ما احنا عرفنا ان احنا في الاول وقلنا ان احنا بنستخدم ايديال فلويد. طب يعني ايه برضو ايديال فلويد؟ يعني هو انكمبرسبل، يعني غير قابل للضغط. يعني ايه برضو؟ يعني لا الحجم بتاعه ولا الكتله ولا الكثافه بتزيد او بتقل او بيحصلها حاجه، دايما بتبقى ثابته. طب يعني ايه برضو؟ يعني زي ما قلنا ان هي كميه الميه او كميه الفلويد اللي داخله من المقطع الاولاني بتبقى نفس كميه الفلويد اللي خارجه من المقطع الثاني. طب لما يكون عندي الكروس سيكشن ضيق وانا لو مشيت لو خليت مثلا كافتراضيا يعني الفلوستي في المقطع الاول هي الفلوستي في المقطع الثاني، وواحد ضيق وواحد واسع، هنلاقي يعني مفيش خالص ان كميه الميه اللي داخله من المقطع الاولاني مش هتبقى تماما نفس كميه المقطع الميه اللي داخله خارجه من المقطع الثاني. فانا بزود السرعه في المقطع الصغير بحيث ان الميه اللي تكون داخله تبقى بنسبة او شبه الاماونت بتاعت المية اللي بتبقى خارجة من المقطع التاني. طب هديكم مثال تاني وطبعا عشان نفهم اكتر. عندنا مثلا لو في غرفتين كل غرفة بيبقى فيها نفس عدد الاشخاص، ولكن في غرفة اضيق من غرفة، يعني في غرفة الصغيرة فيها 10 اشخاص والغرفة الكبيرة فيها 10 اشخاص وما بينهم باب، تمام؟ احنا لو جينا بصينا في الغرفة الصغيرة اللي فيها 10 اشخاص هلاقي ان هما مضغوطين في بعض، يعني الضغط اللي فيها كبير، والعكس في الكبيرة هنلاقي الضغط قليل، هيلاقيهم كده متوسعين في الأوضة كلها، تمام؟ جميل جدا. لو انا جيت فتحت الباب بين الأوضتين وجيت قلت للناس اللي في الأوضة الصغيرة يدخلوا ناحية الناس اللي في الأوضة الكبيرة، هلاقي ان الناس هيخرجوا لو في ناس خرجوا بسرعة قليلة
هنلاقي ان هم عمالين يتضغطوا في بعض، تمام؟ ان هو بقى لا، ما في كل واحد عمال يمشي براحته او يمشي بالراحه عشان يدخل الاوضه الثانيه، فهنلاقي في تضاغط ما بينهم، يعني البريشر هيبقى عالي، وهنلاقي ان كميه الناس اللي بتطلع مش هتبقى كبيره. طيب انا عايزه كميه الناس اللي بتطلع تبقى كبيره، فهزود الفلوستي. طب لما هزود الفلوستي، يعني حرفيا اللي هو الناس في الاوضه الصغيره هتجري للاوضه الكبيره، تمام؟ فلما هتجري للاوضه الكبيره هنلاقي ان كل واحد هيبقى بعيد عن التاني، مفيش ضغط، وتبدا الاوضه يقل الضغط بتاعها بسبب الزياده في سرعه الناس اللي بتدخل للاوضه الكبيره. هو ده برضو اللي هو يعني ده كمفهوم للبرنوليز برينسيبل، ان الفلوستي بتاعت الفلويد كل ما زادت كل ما خلت البريشر اللي على البارتكلز يقل، والعكس لو الفلوستي بتاعت الفلويد قلت كل ما البريشر زاد على البارتكلز. نيجي بعد كده النقطة بيقول ان مجموع الانرجيز او some of the energies possessed by the flowing liquid at any point is constant. يعني ايه برضو الكلام ده؟ هنفهمه دلوقتي حالا. بعد كده نتكلم او هقول لكم على حاجات يمشي عليكم في المنهج، ولكن عشان تفهموا اكتر البرنوليز ايكويشن. اول حاجة هي الكينيتيك انرجي، هي الانرجي اللي هي ان object possessed due to its motion، هي الانرجي اللي الشيء بيكتسبها بسبب الحركة بتاعته. هنفهمها اكتر بعد شوية. عندك البوتنشال انرجي، هي الانرجي اللي stored in an object due to its position or condition or configuration. يعني بتبقى احنا عندنا الكينيتيك انرجي هي الانرجي اللي بيمتلكها الشيء طبعا بسبب الحركة بتاعته. اما البوتنشال انرجي هي الانرجي اللي بتبقى مخزنة في الاوبجكت لما يكون في البوزيشن بتاعه بسبب البوزيشن بتاعه، يعني في الموضع بسبب الموضع بتاعه او الحالة بتاعته او الكونفيجريشن، يعني ما بيكونش فيه موشن. طب الكينيتيك انرجي دي عندك المعادلة بتاعتها ايه؟ ان هي بتساوي النص في الام في الفي تربيع، الام اللي هي الكتلة بتاعت الاوبجكت والفي اللي هي سرعة الاوبجكت. طيب عندنا كمان في البوتنشال انرجي هي بتساوي الام في الجي في الاتش، الام هي كتلة الشيء والجي هي عجلة الجاذبية الارضية والاتش هو ارتفاع الشيء عن الارض او عن اللي هو الايه الارض او الجرافيتي يعني. فعندك كم مثال للرسم عشان نفهم اكتر البوتنشال انرجي والكينيتيك انرجي. انا عندي الشخص من اسفل التالي زي ما احنا شايفين بيبقى فيه كينيتيك انرجي، لان في حركه، طالما في حركه ده معناته ان في كينيتيك انرجي، يعني الاوبجكت بيبقى بيمتلك حركه او بيمتلك طاقه يعني هي اللي بتسبب الحركه بتاعته. طيب لما صعد لقمه التل، لما صعد لقمه التل امتلك بوتنشال انرجي وهو واقف، تمام؟ يعني هو بيخزن جواه انرجي، الانرجي ديت ممكن بقى اللي هو انا ممكن تتحول لي كذا انرجي، تمام؟ بس في المثال اللي عندنا هنلاقي ان البوتنشال انرجي وهو واقف، تمام، هو قاعد عمل ستور لانرجي داخله بسبب البوزيشن بتاعه، بنلاقي بعد كده ان بسبب الزاويه بتاعه الميلان بتاعه التل لقينا ان البوتنشال انرجي اللي هي ستورد ان ذا اوبجكت اتحولت لكينيتيك انرجي خرجت، تمام؟ يبقى كل اللي فيها ان الكينيتيك انرجي بتبقى الاوبجكت بيتحرك فبيمتلك طاقه، اما البوتنشال انرجي ان الاوبجكت ذات نفسه مخزن طاقه، ولكن الطاقه ديت مش بسبب حركه او اي حاجه، لا ده بسبب الموضع بتاعه. كمثال تاني، لو انا شايله كوره، انا شايله كوره بعيده عن الارض، تمام، على ارتفاع معين من الارض، هل الكوره دي بتتحرك؟ لا، ولكنها بتمتلك بوتنشال انرجي او بتمتلك انرجي عموما بتبقى ستورد جواها. طب ازاي عرفت ان فيها انرجي؟ بدليل لاني لو سبت الكوره هتنزل على الارض، مش هتنيها ثابته في الهواء بسبب الجاذبيه الارضيه، تمام؟ وانا لما جيت سبت الكوره مش هي اتحركت، ده معناته ان البوتنشال انرجي اللي موجوده في اللي كانت موجوده في الاوبجكت اتحولت لكينيتيك انرجي اللي هي طاقه حركه خلت الكوره تتحرك من الموضع بتاع ايدي لحد الارض، تمام؟ نيجي بعد كده للبرنوليز ايكويشن ونشرح بقى بالتفصيل وجيت ازاي المعادله، تمام؟ تمام. احنا عندنا زي ما احنا شايفين ان البرنوليز ايكويشن هنا بيتعامل مع انرجيز، مع طاقات. اما لما كنا بنتكلم في معادله الاستمرار كنا بنتكلم فيها عن ان كميه الميه او الفلويد اللي بتبقى داخله من مقطع معين بتساوي كميه الفلويد اللي خارجه من المقطع الثاني في نفس الفتره الزمنيه. اما في البرنوليز ايكويشن انا بتعامل مع الطاقات، او ايه هي الطاقه او ايه الطاقه المسببه في حركه الفلويد ذات نفسه،
تمام. فانا عشان احرك الفلويد طبعا بركب له مضخه. المضخه دي بتطلع بريشر او ورك او انرجي وفورس هي المسببه في حركه الفلويد. تمام جدا. احنا عندنا كمثال في المقطع الاولاني بيبقى فيه بريشر معين والمقطع الثاني فيه بريشر ثاني. طب لو انا عايزه احرك الفلويد من المقطع الاول للمقطع الثاني لازم البريشر اللي في المقطع الاولاني يكون نفس بيكون اعلى من البريشر في المقطع الثاني بحيث يكون الفرق ما بينهم هو الحركه او الورك اللي بيكون ايه بيكون ماشي او بمشي الفلويد. طيب نفهم اكتر. احنا عارفين ان الورك بيساوي الفورس في المسافه صح. احنا عايزين التوتال ورك. تمام. احنا بيبقى في ورك بيبقى موجود في المقطع الاولاني وورك اتنين في موجود في المقطع الثاني. طب اما الورك الشغل المبذول الكامل في الانبوبه هيبقى الورك 1 ناقص الورك 2. تمام حلو جدا. طب الورك اصلا هو عباره عن الفورس في الدي. طب انا عايزه اجيب علاقه ما بين الورك والبريشر بحيث ادخل البريشر فيها. طب احنا كنا عارفين قبل كده ان البريشر كان بيساوي الفورس على المساحه بتاعه المقطع. تمام حلو جدا. يبقى الفورس هجيب منها ان هي بتساوي البريشر في الاي. طب ما هو كمان اصلا الاي في الدي اللي هي عباره عن مساحه المقطع في الارتفاع بتساوي الفوليوم اللي هو الحجم. ده معناته ان الورك هيساوي البي في الفوليوم. تمام ديت انا جبت علاقه بتجيب لي الورك مع البريشر مع الفوليوم في معادله واحده لان ده هيسهل لنا ازاي نجيب البرنوليز اكويجن. طبعا بعدين لان في الكتاب هي مشروحه بطريقه مفصله وطريقه صعبه شويه فدي الطريقه اسهل. وزي ما قلنا ان البريشر بقى نيجي على حته البريشر. البريشر او الورك المبذول الكامل هيبقى عباره عن البوتنشال انرجي بلس الكينيتك انرجي. طب البوتنشال انرجي والكينيتك انرجي دول جم منين؟ هنقول له جم من الفرق ما بين البريشرز. تمام اللي هو البريشر 1 ناقص البريشر 2 لان البريشر 1 والبريشر 2 نتج منه فورس. الفورس دي سببت لي في وجود بوتنشال انرجي للفلويد اند كينيتك انرجي للفلويد. تمام تمام. وبرده نفس الحاجه بوتنشال انرجي طبعا في اللي هو في المقطع الاول وبوتنشال انرجي في المقطع الثاني فالبوتنشال انرجي كله هيبقى الفرق ما بينهم. وكذلك الكاينتيك انرجي. الكاينتيك انرجي في المقطع الاول والكاينتيك انرجي في المقطع الثاني هيبقى الكاينتيك انرجي الكليه هتبقى الفرق ما بينهم. والجمع ما بين بقى الانرجيز الاثنين دول اللي هي التوتال بوتنشال انرجي اند التوتال كاينتيك انرجي هي اللي هتديني الفرق ما بين البريشرز او الورك الكلي اللي انا عايزاه. فنرجع تاني ونقول ان البرونوليز اكويجن بتهتم فقط بالطاقه اللي مبذوله عشان احرك الفلويد داخل الانبوبه. طيب بمعنى ايه تاني؟ ان انا بستخدم ورك اللي هو اصلا بيبقى عباره عن بريشر موجود في اول الانبوبه وموجود في اخر الانبوبه. فعشان نجيب التوتال بريشر او التوتال ورك بيبقى عباره عن الفرق ما بين التو بريشرز. طب ما هو الطاقه اللي بتاعه البريشر ديت اتحولت في البارتكلز بتاعه الفلويد لبوتنشال انرجي اند كينيتك انرجي او سببت لي يعني بوتنشال انرجي وكينيتك انرجي. طب يعني ايه برضو البوتنشال انرجي والكينيتك انرجي؟ البوتنشال انرجي فزودت لي في البوتنشال انرجي الطاقه بتاعتها فزودت لي ارتفاع الفلويد نقلته من الاسفل للاعلى زي موجود في الصوره. وزودت لي الكينيتك انرجي اللي هي الطاقه الحركيه بتاعه الايه بتاعه الفلويد. تمام فده الورك. كل اللي انا عايزاه ان انا في البرنوليز اكويجن بتعامل مع الطاقه فالفرق ما بين البريشرز على بعض بيسبب لي البوتنشال انرجي تزيد والكينيتك انرجي تزيد بتاعه الفلويد. كمل بعد كده البرنوليز اكويجن زي ما قلنا ان التوتال ورك اللي انا بستخدمه اللي هو اصلا عباره عن الورك في المقطع الاولاني ناقص المقطع الثاني الورك اللي في المقطع الثاني بيساوي التوتال بوتنشال انرجي والتوتال كاينتيك انرجي. طبعا احنا ليه بنقول بتساوي؟ احنا زي ما قلنا ليه الطاقات بتساوي؟ هل ما فيش فقد في الطاقه؟ طبعا ما فيش فقد في الطاقه لان زي ما احنا قلنا اصلا ان الفلويد اللي انا بستخدمه ايديال فلويد وان في وان بسبب الايديال فلويد ده بيبقى في قانون بقاء حفظ الطاقه. يعني ايه بقاء حفظ الطاقه؟ ان الطاقه بتتحول من شكل لشكل. ان اول حاجه عملت لي ورك على الجانب او المقطع الاولاني من الانبوبه فتحول لبريشر، البريشر ده حرك لي الفلويد او تحول لبوتنشال انرجي حركت لي الفلويد طبعا بكاينتيك انرجي لاعلى لمسافه اعلى او لارتفاع اعلى وبعد كده خرج من الانبوبه. فعشان كده انا بقول ان التوتال انرجيز السام بتاع الانرجي كلها طبعا بيبقى ثابت بسبب قانون حفظ الطاقه.
طيب احنا دلوقتي عارفين ان الورك جبناه من المعادله اللي فاتت ان الدبليو بتساوي البي في الفي، البي اللي هو البريشر الكلي في الفي اللي هو الفوليوم الكلي بتاع الفلويد. تمام تمام. وقلنا ان الدلتا بي اي هتساوي دي الكليه، فاحنا عايزين البي اي 1 ناقص البي اي 2، يعني الام في الجي في الاتش 1 ناقص الام في الجي في الاتش 2 بلس الكاينتيك انرجي الكليه اللي هي الكاينتيك انرجي في المقطع الاول ناقص الكاينتيك انرجي في المقطع الثاني اللي هي نص في الام في الفي تربيع طبعا 1 اللي هي الفيلوسيتي ناقص النص في الام في الفي تربيع 2 اللي هي الفيلوسيتي. تمام حلو جدا. طب هنعمل ايه بعد كده؟ طبعا احنا عارفين ان الفوليوم بسبب الكوانتيتي او الايكويشن بتاعت الكوانتيتي معدل الاستمراريه ان الاماونت او الفوليوم بتاعت الفلويد اللي داخله من المقطع الاول هي نفسها اللي خارجه من المقطع الثاني، فاللي هو انا ممكن اقسم المعادله كامله على الفوليوم بتاع الفلويد بحيث ان انا اتخلص من الفوليوم اللي موجوده في الطرف الشمال من المعادله. تمام حلو جدا. هنقوله في الطرف الشمال من المعادله الفي هتروح مع الفي. طيب هنقوله في الطرف اليمين، اول حاجه هنا في الام في الجي في الاتش 1 على الفي ناقص الام في الجي في الاتش 2 على الفي. طبعا احنا عارفين ان الام في الفي اللي هي الكتله على الحجم بتساوي الرو. تمام يبقى حلو جدا. والناحيه الثانيه هنلاقي ان الام على الفي بتساوي الرو، فهتكون معانا المعادله في الاخر ان البي 1 ناقص البي 2 بتساوي الرو في الجي في الاتش 1 ناقص الرو في الجي في الاتش 2 زائد نص الرو في الفي 1 تربيع ناقص نص الرو في الفي 2 تربيع. طبعا بيتم بقى في اعاده ترتيب للمعادله ديت بحيث ان انا اشيل السوالب، طبعا ما اخليش في حاجه سالبه في المعادله، فالسالب بي 2 والسالب رو جي اتش 2 وسالب نص رو في الفي تربيع 2 هنروح نبدلهم بحيث ان هما بدل ما يبقوا سالب يبقوا موجب، فبالتالي بنلاقي ان البرنوليز برانسبل او البرنوليز ايكويشن هتبقى معانا ان البي 1 اللي هو الضغط اللي موجود في المقطع 1 زائد نص رو في 1 تربيع اللي هي السرعه اللي موجوده في المقطع 1 زائد الرو جي اتش 1 طبعا بتساوي البي 2 زائد النص رو في 2 تربيع زائد الرو جي اتش 2. طبعا هي كل اللي علينا ان نحفظ المعادله، مش مطالب مننا ان احنا نعرف هي جت منين او ازاي، حتى برضو في الاكويجن بتاعت الكونتينيوتي اللي هي الاستمرارية مش مطالب ان احنا نعرف هي جت ازاي. بعد كده بنتكلم على circulation of blood، ولازم نعرف فيه شخصيتين مهمتين. هو اللي اكتشف اول شخص اكتشف circulation وهو العالم المسلم حسن ابن الهيثم، واللي عمل لها تفسير اول شخص هو ويليام هارفي. يبقى في فرق ان اول واحد اكتشفها هو الحسن ابن الهيثم، اما اللي عمل لها تفسير هو ويليام هارفي. وناخد بالنا ان الهيومن سيركيوليشن سيستم كانوا بيقارنوه بالنوبلامينج سيستم، عامل زي نظام في السباكه كده، كان الووتر عامل زي البام اند البلاد فيزلز از ذا بايبس اللي هي البلاد فيزلز عامله زي الانابيب والهارت هي المضخه. ولكن خلي بالك ان البلاد ما بيبقاش سيمبل فلويد، لان هو مش فلويد عامل زي الميه، لا ده هو الفلويد بيحتوي على سيلز افكتد اس فلو اسبيشلي ان ذا نيرو باسجز اند ذا بلاد فيسلز ار فليكسبل راذر ذان ريجيد. طبعا فاحنا زي ما احنا شايفين برضو ان في اختلاف برضو ما بين البلامينج سيستم اند السيركيوليشن بتاعه البلاد او سيركيولاتوري سيستم، لان البلاد مش زي الميه مثلا اللي بتجري في البلامينج سيستم، لا ده هي نوت سيمبل فلويد بتحتوي على سيلز بتاثر على التدفق بتاعها، وكمان ان البلاد فيزلز مش بتبقى ريجيد، لا ده بتبقى فليكسبل. وعندك ان البرايمري فانكشن بتاعت السيركيولاتوري سيستم ان هو ديليفر الاكسجين والنيوترينتس اند الاذر اسينشال سبستنس تو ذا سيل اند ريموف ذا ويست برودكتس، ان السيركيولاتوري سيستم هو اللي بيوصل لي الاكسجين والمغذيات للسيلز وبيشيل منها الويست برودكتس المخلفات والفضلات، طبعا ديت وظيفته الاساسيه. منيجي بعد كده بنلاقي ان البلاد بيحصل له بامد باي ذا هارت، طبعا بيتم تدفقه عن طريق الهارت او دفعه عن طريق الهارت، بيمشي في الارتريز عشان يعمل سبلاي للاكسجين والنيوترينتس تو ذا سيلز، بعد كده بيرجع تاني للقلب عن طريق الفينز. ونلاقي ان في الماميليان هارت اللي هي الهارت بتاع الثدييات بيتكون من تو سيبريت بامبس رايت سايد اند ليفت سايد،
في الرايت سايد اللي هو بيتكون من الرايت اتريوم اللي هو الاذين الايمن والبطين الايمن، بنلاقي ان هو بيعمل سيركوليت للبلود لللنجز. طبعا في اللنجز بقى بيحصل ريليز للكربون دايوكسيد، بيطلع الكربون دايوكسيد وبناخد بداله الاكسجين. وبعد كده في الليفت سايد اللي هو بيتكون بقى من الليفت اتريوم والليفت فنتريكل البطين الايسر والبطين الايمن، بيحصل بقى للبلد اللي هو فيه اكسجين ده يروح لجميع الجسم. البلد فلوز فايرز فيزلز تايب، عندك التايبس بتاعت الفيزلز بتبقى فيه لارج ارتريز سمولر ارتريز اند ارتريولز. طبعا بتبقى ارتريز كبيره زي الاورطه السمولر ارتريز، وفي الاخر الارتريولز اللي بتعمل بعد كده اللي هي مع بتعمل مع الفينيولز الكابيلاريز. ارتريولز تصغير كلمه ارتري. تمام، بعد كده هنشوف صوره بتوضح لي اكتر البلد فلو ان ذا هارت. بنلاقي ان البلد بيرجع من البادي يروح للهارت عن طريق الفينز اللي هي الاورده. طب الاورده اسمها ايه؟ عندك السوبيرور فينا كافا اللي هو الوريد الاجوف العلوي، والانفيرور فينا كافا اللي هو الوريد الاجوف السفلي. جميل جدا. بتروح لاول غرف القلب وهو الرايت اتريوم. طب لما بتروح للرايت اتريوم بيحصل انقباض للوولز بتاعه الرايت اتريوم فتروح للرايت فنتريكل، ولكن بيبقى فيه صمام ما بين وغرف القلب. ناخد بالنا منها ان الصمامات دي بتعمل على ان البلد يمشي في اتجاه واحد بدون ما يرجع طبعا للاتجاه اللي قبله. تمام، جميل، كويس جدا. فبنلاقي ان الرايت اتريوم البلد اللي فيه بعد ما انقبضت الوولز بتاعه الاذين الايمن بيروح يعدي من الصمام الاولاني اللي هو الصمام اسمه تراي كاسبت فولف. تمام، بيروح لمين؟ بيروح للرايت فنتريكل، ومن الرايت فنتريكل يحصل انقباض في الوولز بتاعت البطين الايمن فتنقل البلد ده لللنجز. طب بيحصل يروح لللنجز عن طريق ايه؟ اول حاجه هيعدي من الصمام بتاع البولمونري فولف، بعد كده بيروح للبولمونري ارتري. لو جينا لاحظنا ان البولمونري ارتري دول لونهم باللون الازرق. طب ليه لونهم باللون الازرق؟ عشان هم اصلا بيحملوا الاكسجين اللي هو البلد اللي ما فيهوش اكسجين. تمام، لان لحد دلوقتي البلد بتاعي ما تنقاش او ما حصلوش تبادل غازات ما بين الاكسجين والكربون دايوكسيد. تمام، فهو بيحمل لي الايه؟ البلد اللي هو لسه فيه الكربون دايوكسيد عشان يروح للنز. طبعا بيحصل بقى تبادل غازات وبعد كده بيطلع الكربون دايوكسيد وبنعمل ابزورب للاكسجين، ولكنه بيسمى بالبولمونري ارتري. طب ليه بيسمى بالبولمونري ارتري؟ لان الارتري هو اللي بيبقى داخل للعضو. تمام، اما الفين هو اللي بيبقى طالع منه. تمام، حلو جدا. وناخد بالنا ان البولمونري ارتريز والارتري اللي بيبقى موجود في الحبل السري بتاع الجنين هما التو ارتريز الوحيدين اللي بيبقوا بيحتوي على دي اوكسجينيتد بلاد، يعني بلاد ما فيهوش اكسجين. جميل جدا. طب بعد ما راح لللنج هيحصل له تبادل غازات، فنلاقي ان البلد بقى اتشال منه الكربون دايوكسيد وابزورب ذا اوكسجين. طب هيرجع ازاي؟ هيرجع عن طريق البولمري فينز. هنا بقى بنعكس برضو البولمري فين هو بقى اللي هيحتوي على مين؟ على الاكسجين بلد، ولكن اسمه فين لانه بيكون خارج من اللنجز. تمام، فهو دخل للبولمري فين. بعد ما دخل لي طبعا للهارت عن طريق البولمري فين بيدخل للليفت اتريوم او الاذين الايسر، ومن الاذين الايسر هيعدي على طبعا الايه اللي هو الفولف يسمى بالميترال فولف. فالميترال فولف ده هيدخل فيه البلد لي هيدخل البلد للليفت فنتريكل، والليفت فنتريكل الوولز بتاعتها هتنقبض فتعديها لي من الاورتيك فولف. سميناه اورتيك فولف لانه هيعدي لي يروح للاورطه بعد كده. فالبعد كده راح لأكبر حاجة من الأورطة. فلو جينا قلناها تاني سريعا ان اول حاجة البلد هيجي من البادي عشان يروح يرجع للهارت عن طريق الفينز. الفينز هي السوبيريور فينا كافا اند الانفيريور فينا كافا. من السوبيريور الانفيريور فينا كافا هيدخل لي الاول حجرات القلب وهي الرايت اتريوم، هيعدي لي من الترايكاسبت فالف يروح للرايت فنتريكل، بعد كده هيعدي من البولمونري فالف عشان يروح للبولمونري ارتري لللنجز يحصل له تبادل غازات، بعد كده بيرجع تاني للقلب عن طريق البولمونري فين فبيروح يدخل لتالت حجرات القلب وهي الليفت اتريوم، وبعد كده من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل عن طريق الميترال فالف، وبعديها من الليفت فنتريكل يروح لباقي الجسم عن طريق الاورتيك فالف يروح للاورطه، وبعد كده يروح لباقي الجسم ويعمل لي ديليفر للاكسجين والنيوترينتس بتاعت طبعا النيوترينتس للسيلز. تمام، جميل جدا.
ده دايجرام تاني بيوضح لي ال heart and the lungs blood flow. زي ما احنا شايفين ان بيروح زي ما قلنا ان البلد هيدخل عن طريق الاوردة لل right atrium، بعد كده لل right ventricle، ومن ال right ventricle لل lung يحصل له بقى اللي هو تبادل الغازات، ومن ال lung هيدخل لل left atrium، ومن ال left atrium لل left ventricle، وبعدها يروح للأورطة، يروح لباقي الجسم. بعد كده بننقل على البلود بريشر. يعني ايه البلود بريشر؟ احنا عارفين البريشر يعني فورس، يعني هو الفورس بتاعه البلود بتاعك اللي بتعمل بوشينج اجينست ذا وولز اوف يور ارتريز. تمام، كويس جدا. طب ليه احنا قلنا الارتريز ما قلناش الفينز؟ طبعا لان اصلا اللي بيحصل بوشينج للوولز بتاعتها هي الارتريز، لان الفين هي كل اللي بيحصل فيها بيحصل ان هي بتوصل لي الدم، ما بيحصلهاش فيها كونتراكشنز ان هي تعمل لي ضغط او اي حاجه. تمام، فهي بتبقى للارتريز بس. عندك في التيبيكال هيلثي بلود بريشر، البلود بريشر النورمال بقى بتاعنا بيبقى 120 على 80 ملي متر زئبق. طب يعني ايه 120 ويعني ايه 80؟ عندك في انواع اللي هو البريشر، السيستوليك بريشر اند دايستوليك بريشر. السيستوليك بريشر اللي هو البريشر لحظه الانقباض، وهو يعتبر الرقم الاولاني، يبقى هو الهاير نمبر. تمام، يعني الهاير نمبر اللي هو الرقم العالي، يعني 120 ديت هي عباره عن السيستوليك بريشر اند ريبريزنت ذا بريشر ان يور ارتريز وين يور هارت بيتس، وهي اللي بتعمل ريبريزنت بتمثل البريشر في الارتريز لما يكون الهارت بيحصل له بيتس اللي هو بينقبض. تمام، يعني السيستوليك بريشر هو البريشر لحظه الانقباض. طب النمبر الثاني اللي هو الاقل، اللور نمبر بقى يسمى بالدايستوليك بريشر، وهو ميجر ذا بريشر ان يور ارتريز وين يور هارت از ات ريست بتوين ذا بيتس. يعني لما حصل انقباض للهارت والخلاص، هنا بقى ادانا السيستوليك بريشر وهو الهاير نمبر زي ما احنا قلنا. اما لما يحصل بقى خلاص بقى الهارت عمل ريست، يبقى ده يسمى بالدايستوليك بريشر. تمام، وده اللور اللور نمبر. فلما نيجي نقول التاني التيبيكال هيلث بتاعه البلود بريشر تبقى 120 على 80، يبقى فهمنا ايه الرقمين دول. الهاير نمبر هو السيستوليك بريشر اللي هو الضغط لحظه الانقباض، اما ال80 هي اللور نمبر طبعا، وده الضغط لحظه الانبساط بتاعه العضله بتاعه القلب او الهارت يبقى في الريست. بنلاقي بعد كده ان البلود بريشر فيه لي انواع. طب ايه هي الانواع بتاعته؟ الهايبرتنشن والهايبوتنشن والنورموتنشن. هايبر يعني عالي، وتنشن يعني ضغط، وهايبو يعني قليل، وتنشن يعني ضغط، والنورمو يعني النورمال، وتنشن يعني ضغط. فعندنا ان البلود بريشر بيبقى التايبس بتاعته يا اما الضغط عالي، يا اما الضغط قليل، يا اما الضغط طبيعي خالص. تمام، يبقى هايبرتنشن وهايبوتنشن والنورموتنشن. طب ايه هي الاداه اللي انا بستخدمها عشان اقيس البلود بريشر؟ بقيسه طبعا باداه واحده وهي السفيجمومانومتر. السفيجمومانومتر ليه اسم تاني وهو البلود بريشر مونيتور او البلود بريشر جيج. جيج يعني قياس، يعني هو المقياس بتاع البلود بريشر. معانا بقى الصوره اللي بتوضح لي ايه هو السفيجمومانومتر. زي ما احنا شايفين ان هو بيتكون لي من البالب، وديت اللي انا بنفخ بيها، والكف ديت البالونه اللي هي تتنفخ بالهواء، وطبعا الميركوري ديسبلاي بنلاقي كده اللي هو عمود بيبقى فيه الميركوري بينزل ويطلع. بعد كده بنعرف طبعا ازاي نقيس الميجر بتاع البلود بريشر وليه بنقيسه. طبعا فبنيجي نقول ان الارتيريال بلود بريشر بيبقى كريتيكال هيلث انديكيتور، مشير او مؤشر صحي مهم. تمام، طب ازاي او ليه؟ كمثال لما يجي عندك الهاي بلود بريشر، الهاي بلود بريشر ده معين عنده هاي بلود بريشر، ده معناته كذا حاجه او بيشير لي لكذا حاجه، ان الهارت بتاعه بقى اوفر وركينج. يعني ايه اوفر وركينج؟ يعني زاد في العمل بتاعه عن المعتاد، زاد بشكل كبير. او ممكن بسبب ان البلود فيزلز بيحصل لها ناروينج، ان هي ضاقت فزودت لي البلود بريشر، which increases the risk to the heart health، وده اللي بيزود لي بعد كده الخطوره في الصحه بتاعه القلب. تمام، تمام جدا. وناخد بالنا ان الهايبرتنشن او الهاي بلود بريشر عشان نعرف ان العيان مثلا الهارت بتاعه اوفر وركينج، يعني اوفر وركينج بتبقى حاجه بسيطه ان هو مثلا عمل اكسرسايزز وجيت انا استلو البلود بريشر على طول فلقيت ان البلود بريشر بتاعه هاي بلود بريشر، ده طبيعي جدا وحاجه طبيعيه ما فيش منها قلق، ده معناته انه ما عندوش مرض ولا اي حاجه. طب ازاي طبعا برضو ان انا اعرف ان العيان ده او المريض اللي انا بقيس له البلود بريشر بتاعه، طبعا البلود بريشر لما كان عالي عنده ده بيعمل انديكيت لمرض. ده لما نيجي نقيسه على 3 ايام، يعني مش ما ينفعش ان هو بعد تمرين او اي حاجه، لا
لما قيسه على 3 ايام ولاقي ان البلود بريشر عالي فعلا واعلى من 120 على 80، ده معناته انه فعلا هايبرتنشن ومريض هايبرتنشن ولازم له علاج. حبيت اذكر الجزئيه دي لان الدكتور كان قال عليها ان هو لازم نقيس له البلود بريشر على 3 ايام او اكتر. تاني نقطه بنتكلم فيها وهي الميثود اللي انا بقدر من خلالها اقيس البلود بريشر. اول طريقه كانت للعالم ريفرند ستيفن هيلز، هو اول شخص قام بقياس البلود بريشر، ده كان سنه 1733 ميلاديا، وكان بتتضمن ان انا بعمل انسرتنج للفيرتيكال جلاس، تبقى قطعه كده زجاجيه تمام عامله زي العمود، بحطها دايركتلي انتو ذا ارتري، فبيظهر بقى البلود هاي، بيطلع فيها البلود عاملة زي الأنبوبة الشعرية كده. وطبعا الطريقة دي كان استخدمها على أول حاجة هو الحصان، بس الطريقة دي دلوقتي ما عادتش مستعملة. الطريقة التانية وهي الكات أوف أورال كاف ميثود اللي أنا بستخدم فيها السفيجنومونومتر والستيسكوب اللي هو قياس ضغط التول بتاعة البلود بريشر اللي احنا لسه واخدينها من شوية، والستيسكوب اللي هي السماعة بتاعة الطبيب. ديت صوره بتوضح لي اكتر ازاي بعمل ميجرمنت للبلود بريشر. شايفين في الصوره الاولانيه لاقيين ان الكف بتبقى رابد اراوند ذا ارم، بعد كده ببدا ان انا املاها بالهواء لحد ما البلود فلو اللي موجود في الارم يحصل له ستوب، بعد كده ببدا ان انا احط الستيسكوب اللي هي السماعه الطبيه تحت الكف واستمع، وانا بعمل ريليز للهواء اللي موجود في الكف استمع للبلود فلو. اول صوت هسمعه تمام ده بيدللي على السيستوليك بريشر. طيب وانا بعد اول صوت سمعته ده بيبدا في اصوات تانية بسمعها طبيعي جدا اللي هو الصوت بتاع تدفق البلاد فلو، لحد ما يثبت الصوت وما اسمعلوش خالص او يختفي الصوت، هنا بقى بيشاور لي ان ده السيستوليك بريشر. فالبريشر at which the sound are no longer heard ان انا خلاص مش بسمعه recorded as the diastolic pressure، فكده انا عملت systolic blood pressure استو وdiastolic blood pressure، فبالتالي blood pressure الكامل هيبقى 120 على 80 مليمتر زئبق، وهي ديت النورمال فاليو بتاعت blood pressure. وبكده نكون خلصنا محاضرتنا. اللهم إني استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فردها عند حاجتي إلي، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل. وشكرا لكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.